Sonatrach vous souhaite la bienvenue et vous présente la Minute Sécurité. Monsieur le secrétaire général du syndicat national de Sonatrach, c'est un véritable honneur de vous accueillir ici aujourd'hui. La collaboration stratégique entre Sonatrach et l'écosystème dynamique des start-up. Sonatrach s'engage également à exiger des co-contractants et à la réalisation de projets susceptibles de constituer une alternative à l'importation, y compris en matière de certification. Alors, pour ouvrir notre discussion, il est essentiel d'établir un cadre de compréhension mutuelle. السيد المدير العام للمحروقات السيد الأمين العام. إن سوناتراك انطلاقا من إيمانها العميق بالحلول التي تقدمها المؤسسات الوطنية الفتية عملت وتعمل باستمرار على تكييف إجراءاتها المتعلقة بالصفقات وإبرام العقود بهدف ترقية المحتوى المحلي وتعزيزه بما يتماشى مع توجيهات السلطات العمومية في هذا الشأن. كما أننا نؤمن إماماً راسخاً بأهمية الإدماج الوطني، وذلك بالنظر لقناعاتنا بأن الكفاءات المتميزة موجودة بوفرة داخل الوطن. وبهذا الخصوص أود أن أؤكد دعمنا الدائم لكم، سواء من خلال تقاسم مواردنا أو من خلال تقاسم خبراتنا وشبكتنا، ونحن نقف بجانبكم ونمد لكم يد العون في إطار علاقة رابح رابح. شركة تانا متخصصة منذ نشأتها في تصميم وصناعة واستغلال الطائرات بدون طيار، والمشروع هذا اللي تحدثنا فيه مع سوناتراك في عدة لقاءات سابقة يتمثل في طائرة مزودة بعدة لواقط بصرية، يعني كاميرات ومستشعرات لغازات خطيرة. قدموا دي زانستالاسيون تاع خزانات تاع غاز، نستعملوا عدة غازات، نستعملوا غاز البترول المميع والغاز الطبيعي والغازات المتجددة أيضا. الحل تاعنا اقتصادي بنسبة 70%، وأيضا ينقص من الكربون فوتبرينت، ينقص من الامباكت على الانفيرونمون بنسبة 60%.